السلام عليكم ورحمة الله. بخصوص الناس اللي عندهم بقولة كتخدم لهم وقت طويل تيبقاو تيبخروها ولا تيسلقوها ولا طريقة يعني طويلة، أنا اليوم إن شاء الله جبت لكم غنحضروا طبق البقولة بطريقة سريعة سريعة جدا. عندنا هنايا البقولة أوف كورس اللي غسلناها ونقيناها وقديناها وقطعناها، هي نشفناها كنعملوها في واحد الطنجرة، كنعملوها في الطنجرة كنعملو هنايا التوابل. عندنا هنايا ملح، راس الحانوت، راس الحانوت، عندنا كركم خرقوم، عندنا الثوم بودر، عندنا سكينجبير، عندنا الكمون، عندنا هنايا السودانية. اوكي، غادي نخلطو جميع هاد التوابل فوق من هاد البقولة. كنعملو كاس د الماء، كاس كبير د الماء، كنحركو الكل. صافي، كنسدو الطنجرة كنسدو عليها الطنجرة وكنحطها فوق البوطة لمدة 4 دقائق 5 ونرجعو ان شاء الله. البقولة بعد ما طابت ما كتاخذ شي وقت كثير، الماكسيموم الاكثر يعني 5 دقائق. اوكي، كتاخذ شي وقت كثير، ما كتبقى فيها لا ما لا والو. في الاول يعني تتعليو النار، يعني تكون النار قوية، من بعد ملي تنديرو في طنجرة الضغط يعني ملي تصفر يعني الكوكوط تنقص عليها تنخليوها هي. من بعد تنزيدو نص كاس ديال زيت الزيتون، بعد ما طاب كلشي التوابل تزيدو نص كاس زيت الزيتون، تنزيدو زيتون احمر مصير وتنزيدو معلقة ديال الهريسة وتنزيدو اوف كورس القزبر ومعدنوس. حتى الاخر عاد تنزيدوهم قزبر ومعدنوس، جوج معالق كبار قزبر ومعدنوس. تتبغي القزبر ومعدنوس يعني تحتاج هاد البقولة كمية كبيرة من القزبر ومعدنوس. صافي يعني تنحركو واحد تحريكة خفيفة يعني حتى تيمتزجو هاد العناصر الاخرى. صافي، وتنقدموها بالصحة والراحة. انا عندي قزبر ومعدنوس مكونجولي تجي رائعة، وتتاخد شي وقت كثير وتيبقاو الزيليمون ديالها كلها هما تيبقاو فيها، يعني متتفقدش شي الفيتامينز اللي فيها متيمشيو شي مع انت تبخروها ولا تسلقوها تيمشيو في كورس، يعني تيبقى داك كاس الماء كبير تنديروه تطيب فيه بسرعة. هذه هي الطريقة السريعة ديال البقولة. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق اليوم ديالنا ديال البقولة. كيف تجي؟ تجي رائعة. قدمنا هنايا مع ليلونتي طبق ديال البقولة مع ليلونتي، شفتو كيف تجي؟ تجي رائعة، تجي غزالة، وما تتاخدش وقت كثير، يعني تطيب يعني تتكون واجدة 5 دقائق وأقل، يعني أقل إلا كانت يعني البقولة مطرية بزاف يعني كتاخد أقل من 5 دقائق، بين 3 مينوت حتى 4 مينوت. كتجي رائعة هنايا مع الزيتون ومع المصير، تجي شي حاجة طوب. جربوها وغادي تعجبكم، غادي تختصر لكم الوقت بزاف. إلا عجبكم الفيديو كالعادة عملوا لايك، تابونوا عندي في لاشين، فعلوا الجرس، عملوا شير للفيديو. إن شاء الله تعجبكم الوصفة. إلى فيديو قادم بحول الله.